الام هي اكتر شخص مؤثر في حياه بنتها وليها دور كبير في بناء شخصيتها. قولي لنا ازاي بتدعمي بنتك عشان تثق في نفسها؟ على طول بقول لها اي حد يقولك اي كلمه ما يعني ما تسمعلوش، خليكي واثقه في نفسك. لا انا متاكده، انا عارفه انا بعمل ايه، انا كده يعني. اهم حاجه ما خلاش بصه لحد، بس هدف قدامها اللي هو ان شاء الله ناويه تبقى ايه او تطلع ايه، وبتحاول يعني بتحاول على الهدف ده اشجعها، تقول هي نفسها فيه بجبهولها كله، بحيث ان هي ما تقلدش حد، تبقى ماشيه بشخصيتها هي، واثقه في نفسها هي، عارفه هي عايزه ايه في الهدف اللي قدامها. انصحها تتعامل مع المجتمع، ما تبقاش انطوائيه، تنزل تتعامل، تنزل تنتخب، تنزل تشجع فريق مثلا بتحبه، كل الحاجات دي بتدي ثقه ودعم للنفس كبير جدا. ان انا اديها ثقتها في نفسها في البيت عشان اخليها يعني واثقه في نفسها بره، يكون قريبه مني عشان ايه ما تخافش مني او حاجه، عشان الايام دي بسمع حاجات غريبه قوي، الام بعيدة عن البنت وتبقى منطويه لوحدها. لا طبعا غلط. شجعتها على الصح عشان هي بتيجي تحكي لي كل حاجه، صاحبتها دي كذا ودي صاحبتها كذا، والطريق الصح ايه والطريق الغلط ايه. على فكرة أنا مش متعلمة، بس إحنا طلعنا كده. هو أول حاجة لازم تبقى بتحكي لي كل حاجة، وأنا بحاول إن أنا أي حاجة تبقى خايفة منها بحاول أدعمها، وبحكي لها القصص اللي أنا مريت بيها سواء أنا أو أي حد من العيلة أو صحاب، فدوت بيخليها دايماً واثقة من نفسها وعارفة إن في غيرها مر بالتجارب ديت، فهي بتبقى قادرة إنها تتخطى وتبقى بتتعامل وتقدر كمان تتعامل كويس قوي. أديها طبعاً الحرية بس ما تفهمهاش غلط. تاني حاجة إن أنا أسمح لها بالخروج وكل حاجة، بس يكون برضو بقواعد وقوانين. وتالت حاجة إن أنا أكون مصاحباها، إن إحنا نبقى أصدقاء عشان هي تحكي لي وما تخافش مني. لازم أصاحب بنتي، ده أهم حاجة، أهم حاجة لازم أصاحبها عشان أعرف منها كل حاجة وأفهمها، وهي تقول لي كل حاجة بكل صراحة عشان أنا أنصحها. تتكلم معاها كتير، تقعد تتناقش معاها في حاجات كتير في أمور حياتها. بندعمها لو عملت حاجة فشلت فيها، ممكن نقول لها كويس المحاولة، اعملي حاجة تاني إن شاء الله تنجحي فيها. الفشل مش نهاية الحاجة، يعني نهاية المواضيع، الواحد بيبدأ ويسقط ويقع، حاجات تخلي الواحد يبقى واثق نفسه يعني. بديع كلام طاقة إيجابية، يعني أقول لها مثلا أنت شاطرة يا شوشو، أشجعها إن هي تبقى أحسن من اللي هي فيه. لو أنا عندي بنوتة أكيد طبعا يعني هشجعها إن هي تنزل زي تبقى زيي وزي أي مرأة بتشتغل وبتنزل سوق العمل وبتشتغل وبتنتج. يعني اهم حاجه ان هي بتبقى عارفه هي بتعمل ايه، واديها حافز ان هي تعمل الحاجه اللي هي بتحبها، ولو هي مثلا عندها هوايه معينه اكيد هشجعها. احنا عندنا كدين لازم تتعلم دينها، تتعلم تعليمها، تعرف هي عايزه ايه، يبقى في مساحه ان انا اسيبها تعمل اللي هي عايزاه، مش كل حاجه اللي انا عايزاها. طبعا اكيد مش شرط اربيها زي ما انا اتربيت، لان الجيل مختلف تماما. اديها الحريه بتاعتها اكيد يعني، وهدعمها واشجعها. انا دايما بشجعها انها اي حاجه بتحصل بره بتيجي تقولها لي، ما تبقاش خايفه من حاجه، ما تبقاش متردده كده يعني. الله الله على الستات الواعيه الجميله، بنشكركم جميعا.